صحيح ريم، صباح الخير ريم، صباح الخير لجميع الزملاء. ريم، هذه الحملة يعني أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هي حملة شعبية فعليا كما أسلفتي لمقاطعة الدواجن بسبب ارتفاع السقف، سقف الأسعار الذي حددته الحكومة. ريم، أضيف إلى ذلك أن الناشطين وأن الحملة الشعبية تضيف أيضا أن السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة يعني هي يعني لا تناسب دخول المواطن الأردني والتذبذب بهذه الدخول. الحملة تحت عنوان خليها دقاقي وما تلاقي، هذا مثل شعبي يعني أترك الدجاج ولا تتناوله، لمدة أسبوع تقريبا. أنا أتمنى أن تستمر هذه المقاطعة بالنسبة لي كنباتية للأبد، ولكن هذه الأسعار ووجبة الدجاج للأبد، ولكن هذه الوجبة هي وجبة رئيسية على أطباق الأردنيين، وبالتالي بدأت هذه الحملة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي. وفعلا يعني الحكومة تراقب السقف السعري لمادة أو للدواجن، وهناك يعني تم تحرير العديد من المخالفات لبعض المحال وبعض المتاجر التي خالفت السقف السعري لهذه المادة المهمة، ولكن الأردنيون بسبب ارتفاع الأسعار ريم بشكل عام وخاصة الدواجن وهي طبق أساسي على المائدة الأردنية، يعني بدأت هذه الحملة وبتكثيف وانتشرت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ يلمسها التجار والمواطنون يعني فعليا يمضون بهذه المقاطعة، لعل وعسى تنخفض أسعار الدواجن ويعود المواطن الأردني قادر على شرائها من جديد. اترك الدجاج يكاكي ولا تبالي، حلوة الجملة عجبتني. عموماً كمان موضوعنا الثاني، جواز السفر الأردني الجديد يضاف إليها شريحة إلكترونية ذكية، إيش هي تفاصيل؟ صحيح، يعني منذ أيام تم تداول هذا الخبر، الحكومة انتهت من يعني إرساء العطاء على أحد الشركات سيتم العمل عليه. الجواز سيبقى ورقيا ريم، ولكن ستضاف إليه شريحة إلكترونية، وبالتالي هو ورقي وذكي، ولا تتعدى تكلفته كما قالت الأخبار إلى 7 دنانير، أي 10 دولار تكلفته على الحكومة. بالتالي هو جواز يضاف إليه شريحة إلكترونية، يعني كما هو الحال في البوابات الإلكترونية أو البوابات الذكية في معظم المطارات أو في بعض المطارات، وبالتالي سيتم هذا التطوير على الجواز، ولكن من خلال العمل عليه، وينتظر الأردنيون هذا التطوير على جواز ورقي عادي إلى أن يكون جوازا ورقيا، وإضافة إلى ذلك جواز ذكي. نعم، شكرا لك يا سهى على هذه القصص، وإن شاء الله أشوفك مرة أخرى.